ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة إلى حرة المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال، وأسس المسجد مسجد قباء، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه، وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء محمد. هكذا يردد الناس صغارا وكبارا هذه الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحب الناس إليهم، والذي يفتونه بآبائهم وأبنائهم وأنفسهم. فيا له من مقدم، يا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا، وملأ الآفاق بهجة ونورا. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى زمام ناقته: النزول عندنا يا رسول الله، النزول عندنا يا رسول الله. في العدد والعدة والمنع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، وإنما أنزل حيث أنزلني الله عز وجل.